وللمزيد يسرني أن ينضم إلي من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان. دكتور أهلا وسهلا بك مجددا في البرنامج. لنبدأ من اجتماع الدوحة المرتقب. روسيا تقول أن إيران ستجمد الانتاج لكن بعد أن يعود انتاجها إلى مستويات 4 مليون برميل في اليوم. البعض يقول أن الأسواق حسمت أصلا موضوع التجميد في الارتفاعات الأخيرة. طيب ماذا ننتظر أن يحقق هذا الاجتماع إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أتوقع أن يحقق الاجتماع أي شيء. أنا أتصور أن على روسيا الدور الكبير في محاولة لإقناع إيران بأن تثبت إنتاجها. لا يمكن للسعودية كما ذكر ولا لكثير من الدول المنتجة أن تقبل أن تثبت إنتاجها في الوقت الذي يزيد فيه الإنتاج الإيراني. صحيح أن هنالك صعوبات تعترض طريق توسعة أو زيادة إنتاج الإيراني، من صعوبات قانونية إلى صعوبات لوجستية إلى صعوبات اقتصادية، لكن كل هذه يعني ليست ذا معنى إذا لم تنضم إيران مع المجموعة في تثبيت إنتاجها. وهذا شرط السعودية واضح منذ عام 2014، إما أن نتعاون معا أو أن يترك لكل دولة أن تدافع عن حصتها في الأسواق. طيب دكتور، توقعات منظمة الطاقة الدولية بتراجع الإنتاج من خارج أوبك ب 750 ألف برميل يوميا ب 2016، هل يضمن أقل عدم عودة الأسعار إلى مستويات 30 دولار وما دونها؟ أنا دائما أشكك في أرقام لوكالة الطاقة الدولية لكثير من الأسباب، لكن أعتقد أن 700 ألف برميل يوميا حجم كبير. لا أتصور أن يكون هنالك انخفاض من خارج منظمة الأوبك بهذا الحجم، لكن لو افترضنا أنه صحيح فإن هذا حتما قد لا يدفع الأسعار لأن تزور مستويات العشرينات كما كانت في السابق في الأشهر السابقة. ولكن لا زالت ضغوط الأساسيات السوق، الطلب والعرض، الطلب الضعيف والعرض الكبير، والفائض النفط الناتج عنهما يمثلان ضغوطا كبيرة على الأسعار. ما يبقي الأسعار عند هذه المستويات الحالية في حدود 37-36 هو المضاربات وارتفاع انخفاض أسعار قيمة الدولار وكثير من العوامل التي يستغلها المضاربون في التأثير على الأسعار صعودا. لكن هذه أيا كان الصعود في أسعار النفط فهو صعود مؤقت لا تدعمه الأساسيات. طيب دكتور، هل أنت ممن يرون بأن تغييرات الأعوام القليلة الماضية في خارطة الصناعة النفطية والسوق النفطية خلقت نيو نورمال، يعني خلقت واقع جديد بسقف جديد، وأن الحديث عن عودة إلى سيناريو كنا رأيناه في الماضي إبان الأسعار فوق 100 دولار بات غير ممكن في المدى المنظور؟ الأسعار فوق 100 دولار أمر غير ممكن على الإطلاق في الفترة القادمة، على الأقل إلى عام 2020 إن لم يكن بعدها. نحن أختي الفاضلة دخلنا دورة اقتصادية جديدة لسلعة النفط تتسم بزيادة المعروض عن الطلب، وهذه الدورة تتحكم فيها كثير من العوامل، لكن غالبا ستستغرق إلى حلول عام 2020 إن لم يكن أعلى أو بعدها بقليل. وبالتالي صحيح هنالك جهود، لكن يبدو إلى الآن الجهود لم توفق في سحب هذا المخزون. وبالتالي المخزون إذا لم يتم سحبه سواء بطريقة طوعية عن طريق المنتجين، كبار المنتجين في اتفاقهم الأولي بتجميد الإنتاج إذا كتب له النجاح في إبريل، أو تخفيض الإنتاج فيما بعد لو استمر الفائض بحجمه الكبير. بدون هذا وبدون وجود أي مناطق تتهدد بقطع إمداداتها، لا أتصور أن مشكلة الفائض ستنتهي وستبقى معنا وتمثل ضغوط كبيرة جدا على أسعار النفط.
طبعا هنالك تفاؤل كبير من قبل الدول المنتجة، من قبل وكالة الطاقة الدولية، من قبل بعض الدور الاستشارية، لكن هذا التفاؤل لا أجد له مكان. يعني مثلا هنالك تفاؤل بأن الطلب، معدلات الطلب ستتزايد خلال النصف الثاني. أنا أشك أن هذا الأمر صحيح. هنالك تباطؤ كبير في معدلات نمو الطلب العالمي على النفط، وهذا يؤثر حتما في بقاء الفائض لفترة أطول مما يتصوره البعض. لكن أنا لو كنت مكان الوزراء الذين سيجتمعون في الدوحة، ما لم يكن هنالك تأكيد بأن إيران ستنضم وتحديد فترة معينة، فأنا أفضل أن لا يعقد الاجتماع. انعقاد الاجتماع ولو أنه كما ذكرت قد أخذ في الاعتبار في إطار الأسعار أنه قد لا يكون ذي جدوى، وهذا صحيح، يعني التجميد. لا ننسى أن السعودية وروسيا وغيرها معدلات إنتاج يناير تمثل بالنسبة لها تقريبا المستوى الأقصى الذي صحيح. يمكن أن تصله في الفترة، ممكن ما عدا السعودية، لكن وبالتالي التأثير لن يكون فعالا للتجميد، خاصة إذا أضافت أو استطاعت إيران أن تضيف إلى إنتاجه. وبالتالي الإعلان عن الاجتماع وظهور الميديا في الدوحة والكل ينتظر ونعود بخفي حنين سيكون له تأثير كبير على الأسعار نحو الانخفاض، وأيضا على وزراء الأوبك والمنتجين، كبار المنتجين، أن يتريثوا في تصريحاتهم. لا يبدو تفاؤلا كبيرا، قد يكون الصمت أفضل لهم في المرحلة القادمة، لأن أي تصريح الآن يفسر بطرق معينة يستغلها المضاربون ويؤثر على الأسعار سلبا، وهذا ما لا نريده في الفترة القادمة. من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان، شكرا جزيلا لك.